بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا مجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين من ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقنا قبل من نار
حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سعيرا
رسول إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم قالوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون أرسلنا
لم رأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال لعمرك إن
سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية صفح الجميل إن ربك هو الخلاق
خلاق عليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى وحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك و